مشروع جسر الشيخ جابر وصلت الدوحة، يعتبر من مشاريع خطة التنمية بدولة الكويت. هو الغرض من المشروع ربط جنوب مدينة الكويت بشمالها عبر جسر بحري يمر من خلال جونس لبيخات. جسر وصلت الدوحة بالإضافة إلى جسر وصلت الصبية، الاثنين هم مع بعض يعتبرون من ضمن أطول الجسور بالعالم. طول المشروع ككل 12.4 كيلومتر، جزء فيه أجهزة بري وجزء بحري. عندنا الجزء البري مكون من تقاطع مدينة ترفيهية وتقاطع الدوحة، بالإضافة إلى طريق سريع طريق الدوحة بطول 4.4 كيلو، بالإضافة إلى الجسر بحري بطول 7.4 كيلو يربط بين منطقة ميناء شويخ ومنطقة شبه جزيرة الدوحة. الغرض منه لتخفيف الازدحام المروري المتوقع خلال 30 سنة القادمة. نسبة الإنجاز حالياً 74.4%، يعني الحمد لله إحنا متقدمين بالأعمال، ما عندنا أي تأخير. متوقع انتهاء من الأعمال بالوقت المحدد له اللي هو نهاية شهر 12 2018.